بأسأل فضل دكتورة، يعني الشاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للاختيار للفتاة أول شيء الجمال، يعني أربع جدع. فخلينا نقلب العكس، هل يعني الفتاة قد يقبل عليها شاب صاحب دين وخلق لكن لا ترضى بجماله، فهل يحق للمرأة أو الفتاة أن ترفض شابا دينه وخلقه على التمام؟ تمام. وما شاء الله تبارك الله، لكن ربما لا ترتضيه بذاتها بجماله. هل يحق، يعني أنا أسأل هذا السؤال بناء على يعني خلق في مقطع يعني استعملته مسبقا، وفتياتنا ربما تسألنا هذا السؤال خاصة أنه بعض الأهالي يمكن خلاص هي يدير وخلقه وكل هذه الأمور. صحيح صحيح، مش عايشين في دروشة وديننا مش دين الدروشة. نعم، عندي ثلاث نقاط. خليني بس خليني أجاوبك على ده وبعدين سأديني تاني. أستاذ نسيم بيقول حاجة جميلة جدا. بيقول دلوقتي من قدمنا دين وخلق، أما للشاب تنكح المرأة الأربعة. قال أبو الحكم لجمالها، ما يقدرش ينكر عليك، يقول لك أنا عايز واحدة تعيش في عيني. أنا عايز واحدة أما أشوفها أنا أغض بصر، هي تبقى الأربعة، هي اللي تبقى حور الدنيا والآخرة. الحق. لجمالها ولحسبها ونسبها بالسنين ايه ده معقول كده؟ ولمالها ولدينها، والنبي عليه السلام زكى الدين فاصفر بدين، جيب كل دول. لو قبل لكن في قبول. حته ان البنت ارضى بقى الدين وخلقه ومش عاجبني مناخيره. انا اقول لا 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 قصدي شنبه. وبعدين لا بص ايده شوفي صوابعه، واحده مره جابت كلام تقول لي لا 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 صوابع قويه قوي انا خايفه من صوابعه، جبت واحده قالت رفضت واحده غيرها. لا، في عند البنات نوعين من الوهم، في وهم حقيقي وفي وهم خوف حقيقي وفي خوف وهمي. خوف حقيقي ان فعلا هي متخوفه لان في اسباب في اللي قدامها تخوفها. في خوف وهمي ده عند كل البنات. طب اتبدل شويه ونعمل سيشن والفرح والخروجات بس اروح لاهلي بقى في الاخر يعني ففي خوف وهمي عند معظم البنات. لكن ايه المعيار؟ لازم يكون الواو اسمه ايه الواد الكبير ده بتاع الكوره اسمه كريستيانو ولا مش عارفه مين ولا بالشكل الجسم عامل ازاي؟ من دول عايز اقول لك الدرجات البنات ايه ده بيعملوا عنده البنات وكذا ومش عارفه ايه ولا الشكل ولا دين وخلق، ايه المعيار؟ مستطيل احفظه يعني ايه؟ قبول. والجمال ده نسبي، انت ممكن تشوفي ده هو واحده ثانيه تشوف ده يعني مقبول. ولو يعني نقول لك لو استوت السلع كلها في نفس المقدار لبرت، يعني لو كل واحد بقى ذوق واحد لبرت السلع. لا، انت تشوفيه حلو وتشوفيه، لكن ايه المعيار عشان الخوف الوهمي والحقيقي اللي موجود؟ قبول. يعني انا قبل نحب نفسر بنات النقطه دي، انا قبل ان الشخص ده ينفع يقرب مني وينفع اجي جنبه، يعني في قبول مبدئي بالشكل، لكن في خطوه خبيه ما اقدرش. لا، هنا ما نقدرش نتكلم. النقطه الاولانيه ما نقدرش ننكر عليها، لكن ما يكونش ان هو الخوف الوهم ان انت اصلا خايفه من البيعه كلها ومن الدنيا كلها وما اعرفش عمل ايه فاتخضيت. لا، يبقى في القبول المبدئي للشكل. ايه يعني ايه القبول؟ ان انا قبل الشخص ده ينفع ابقى جنبه او امشي معاه، او ان انا يبقى جاي مثلا وهيلبس لي دبل او هيبقى بعد وشي في وشه 50 سنه جايه مثلا. قبول مبدئي. بعد كده جمال الروح عند المرأة بيختلف عن الرجل، يعني عند الرجل النظرة الأولى بتفرق جدا، عشان كده أقول لك الانطباع الأول يدوم. وخلي بالك في المقابلة الأولى أنا بعلق عليها ومحاضرة بعد كده. نعمل إيه في المقابلة الأولى ويجي إيه ولابس إيه وبتعملي إيه وتقولي إيه وتقعدي إزاي وتسألي إيه؟ ده 40 سؤال. لكن قبل ده في قبول عامل، لكن ما أنتش قادرة. في حاجة وفي حاجة لا. بس ما يكونش واحد، مش كل واحد يجي اللي يحصل لا يبقى لا عندنا جينا بنات كتيره بنقعد معاهم ونكسر عندهم الحاجز. تمام، السؤال ده واضح، يبقى في على الاقل القبول المبدئي.